أهلا بكم مجددا في هذه الحلقة التي نناقش فيها أسباب اعتبار الصومال الاتفاق بين شركة موانئ دبي وأرض الصومال وأثيوبيا لإدارة ميناء بربرة لاغيا بعد أيام من قرار ممثل في جيبوتي. سيد الخليفة، هناك نقطة قانونية أثيرت منذ قليل وتتعلق بأن شركة موانئ دبي تتعامل وتبرم اتفاقات مع طرف غير معترف به دوليا، يعني وكأنها محاولة التفاف وقفز على إرادة الحكومة المركزية، وهذه هي النتيجة بالنهاية. الحقيقة يمكن الرد على ذلك من خلال الاتفاق الذي جرى ما بين الرئيس الصومالي ورئيس أرض الصومال في جيبوتي، من أن الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية لا تتدخل بها الحكومة الفيدرالية، جرى ذلك في جيبوتي قبل 3 سنوات. هذا من جهة. من جهة أخرى، أرض الصومال ربما كيانها يشبه كردستان العراق، يشبه شمال قبرص، وبالتالي الواقع هو الذي يحكم العلاقات سواء التجارية أو حتى ما هو أكثر من ذلك. كما تعلم بأن هنالك قرار من الأمم المتحدة سمح لقوات فرنسية على سبيل المثال بالدخول إلى المياه الإقليمية للصومال، وتحديدا جمهورية أرض الصومال، وبالتالي هذا كله يجعل هذا الاتفاق اتفاقا قانونيا بموافقة الحكومة الصومالية. أضف نقطة ثالثة أيضا، الحكومة الصومالية غير قادرة الحقيقة على تلبية الاحتياجات الأساسية لجمهورية أرض الصومال. خلال 30 سنة الماضية كانت الأوضاع الاقتصادية تتدهور بشكل حاد. الآن كما وصفت مجلة الإكونوميست البريطاني بأن أرض الصومال ربما هي الدولة الوحيدة الديمقراطية، هنالك تجربة ديمقراطية تثبت حضورها، هنالك انتخابات رئاسية معترف بها أو نزيهة، هنالك انتخابات برلمانية، وبالتالي الحقيقة هنالك تجربة. إن فشلت هذه التجربة فهذا سوف يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار تشمل خليج عدن وتشمل أيضا القرن الأفريقي وحتى جنوب شبه الجزيرة العربية، لأن انتشار القرصنة في تلك المنطقة الحقيقة جعل الدول العالم كلها تهب، لأن كما تعلم الحبيب هذه المنطقة منطقة استراتيجية تمر فيها جزء كبير من التجارة العالمية. هذا من جهة، وبالتالي كل هذه العوامل المجتمعة تجعل هذا الاتفاق بحكم الواقع هو اتفاق ضروري ومهم للغاية بالنسبة لسكان تلك المنطقة وبالطبع بالنسبة للتجارة الدولية. فيما يتعلق الحقيقة، واسمح لي بالرد الحبيب، فيما يتعلق بميناء دورالي الجيبوتي، باعتقادي أن المسألة لم تنتهي إلى الآن. صحيح أن الحكومة الجيبوتية ألغت هذا الاتفاق، ولكن ما تزال الأبواب مشرعة من أجل محاكمة أو من أجل اللجوء إلى القضاء الدولي، خصوصا أن المبررات التي ساقتها الحكومة الجيبوتية حول أن هنالك فساد في عملية إرساء المناقصة على موانئ دبي، الحقيقة أن هنالك محاكم بريطانية والقضاء البريطاني حكم بأن كل هذا مجرد ادعاءات فارغة لا دليل عليها. طيب، حتى ذلك المعارض للحكومة الجيبوتية هو كان أصلا جزء من الحكومة. طيب، وبالتالي الحقيقة هنا ندخل أيضا في المحاور، خصوصا أن الصين دخلت على الخط، ويبدو أن الحكومة الجيبوتية لديها مصالح أكثر، ويبدو أن هنالك رشاوي تدفع لها من أجل سحب هذه المناقصة محمد من شركة موانئ دبي. محمد سيد الخليفة، إذن هذا القرار، قرار الحكومة الصومالية إلغاء هذا الاتفاق الثلاثي، يأتي في الحقيقة بعد أيام قليلة فقط من قرار مشابه اتخذته جيبوتي في شراكتها مع شركة موانئ دبي. يعني ما الذي يمكن قراءته، دعني أقول، في هذه الانتفاضة المتزامنة ضد النفوذ الإماراتي في منطقة حساسة مثل منطقة القرن الأفريقي؟ اهلا بك يا حبيب، تحيه لك ولمشاهديك الكرام. باعتقادي انه يمكن هنالك عده زوايا يمكن النظر من خلالها، لعل الزاويه الاهم ان هنالك يبدو سياسه محاور جديده تنشا في القرن الافريقي، ويبدو ان شركه موانئ دبي تقع ضحيه هذه المحاور. وبالتالي اذا ما عدنا الى قضيه ميناء بربره، باعتقادي ان كان هنالك اتفاق قبل 3 سنوات في العاصمه الجيبوتيه ما بين رئيس الصومال ورئيس جمهوريه ارض الصومال بان لا تتدخل الحكومة الفيدرالية في الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية. هذه من جهة. من جهة أخرى أيضا، قامت حكومة أرض الصومال بتوقيع عدد من الاتفاقيات ليس فقط مع شركة موانئ دبي، وإنما مع شركات متعددة، لعل بعضها، لعل أهمها السوق الأوروبية، البنك الدولي، أيضا مع جمهورية سيشل، مع جمهورية النرويج، أيضا مع شركة النفط التركية من أجل تزويد هذه الجمهورية باحتياجاتها من الوقود، دون أن تعترض الحقيقة الحكومة
الحكومة الاتحادية؟ لعله السؤال المثير للاهتمام، لماذا في هذه اللحظة يتم الاعتراض على هذه الاتفاقية؟ زاوية أخرى الحقيقة كما تعلم الحبيب، فإنه خلال بداية العقد الماضي كان هنالك انتشار للقراصنة، وبالتالي كل الدول أوجدت قواعد عسكرية وأرسلت بقطع عسكرية بحرية إلى خليج عدن من أجل مكافحة هذه الظاهرة، ولكن ذلك لم يؤتوا أكله، وبالتالي كان هنالك حرص من المجتمع الدولي على استقرار هذا الكيان إذا شئت، حتى وإن كان غير معترف به، وزيادة التنمية لكي لا تدفع الأوضاع الاقتصادية المتردية والسياسية إلى ظهور هذه الظاهرة مرة أخرى. وبالتالي في كل هذا السياق يأتي الاتفاق ما بين شركة موانئ دبي وأثيوبيا وجمهورية أرض الصومال. فيما يتعلق بما ذكره ضيفك الكريم من أنه لم يكن هنالك العلم الصومالي، الحقيقة شركة موانئ دبي وإن كانت تتبع للإمارات ولكنها لا تعبر عن الحكومة الإماراتية، إنما هي شركة لها استقلالية كاملة، وبالتالي لا يمكن أن نحاسبها وفقا للبروتوكول ما بين الدول.